شكرا ليكم جدا. ويمكن النقطة الأخيرة اللي اتكلمت فيها مريم مع أستاذ أيمن جلبرت وهو بصراحة من الصحفيين المتميزين جدا هي نقطة مهمة لما قالت له إيه رأيك في فكرة تنظيم مصر مؤخرا للبطولات العالمية المختلفة. الفكرة هنا إن أنا مش شايفة إن الموضوع كان أصلا صعب من البداية. يعني إحنا ليه دايما كان عندنا إحساس إن إحنا ما نقدرش نعمل حاجة على المستوى الدولي؟ مين قال؟ يعني ليه؟ إيه اللي ناقصك؟ يعني ما عندكش مثلا تنظيم، ما عندكش كوادر، ما عندكش مكان، ما عندكش إمكانيات. لا، كل ده على فكرة متوافر، ولكن كان بيبقى بس التنفيذ. ودلوقتي الدولة بتعمل ده، فأعتقد إحنا مش ناقصنا غير إن إحنا بس نثق في إمكانياتنا أكتر من كده. فنقطة جميلة جدا، نجحنا وأثبتنا للعالم كله. مش نقعد نقول بقى الكلام ده كتير، بس ده حصل للعالم كله. مصر واصلة فين؟ وإن شاء الله البطولات اللي جاية الكتيرة اللي إحنا برضو قلنا عنها مبارح في 10 الصبح عرضناها مع حضراتكم. مصر لسه داخلة برضو على تنظيم لبطولات مختلفة في رياضات مختلفة عالمية. فبالتوفيق إن شاء الله دايما لبلدنا كده تكون في الصدارة. أكيد طبعا مصر عندك حق، يعني أكيد من قديم الأزل، من زمان ومصر بتنظم فعاليات بطولات عالمية كبيرة جدا، وكلها يعني كل مره، وخصوصا في حفلي الافتتاح والختام ايا كانت ايه هي البطوله، بتبقى دايما في حاله من الابهار والناس بتكون مبسوطه. بس يمكن اللي خلى الفتره دي تنظيم مصر لبطولات عالميه وبطولات عالم على ارضها، برضو نرجع لموضوع الكورونا. انت عارفه في دول كتير جدا كبيره وعندها امكانيات وعندها طبعا تاريخ طويل من تنظيم ايفنتات وفعاليات رياضيه مهمه، واعتذرت واجلت ورحلت، لكن مصر لا اعتذرت ولا اجلت ولا رحلت. فده اللي خلى بقى في الفتره الاخيره في كلام كتير على فكره ان مصر بتنظم في الوقت اللي العالم كله تقريبا واقف فيها. انا بتفق معاك، بس يمكن التنظيم بتاعنا البطولات الدوليه ما كانش غير يعني بيحصل كل فين وفين. يمكن مثلا بطوله الجونه الدوليه للسكواش كانت حاصله، بس ما كانش بيتزامن معها حاجه تانية، كان كل فتره. لكن انت دلوقتي انت بتتكلم على فكره في خلال سنه ممكن يحصل اكتر من بطوله. يمكن عرضنا ده امبارح، بس نقطه حلوه جدا ان العالم متخوف ومتقدمين. لو حد بقى هيجي يقارن يقول لك دول اوروبيه متقدمه، بس في نفس الوقت انت اللي بتعمل ده على ارضك. والبطوله كمان يعني عدت، ومش فكره بقى عدت بس على خير، لا عدت بنجاح ومفيش اي ازمات حصلت، وكان اجراءات احترازيه مشدده. يعني كل حاجه الحمد لله تمت بشكل يليق بمصر. ده احنا ابتدعنا موضوع الفقاعه الطبيه اللي هي بتطبق دلوقتي في كل بطولات العالم.